انوك جاس اي ام حاوت، انوك جاس اي ام حاوت، يعني انا نفسي في سعاده، انا نفسي في فرح، انا نفسي حاوت يعني فرح، انبساط، سعاده، انشراح. انا نفسي في سعاده. ادي نو ودي كاف، يبقى نك، يبقى اختصار انوك. هو بيختصر احيانا زي هنا برضو، جاس ج ج وسين، جاس يعني ايه نفس، بس انا عارف انها نفسي، فهي جس اي، فالمفروض هنا تقديرا في اي، بس هو بيختصر على اساس ان انا هو بيكتب لمصري زيه يعني، فاهم؟ فجس اي يعني نفسي، انا نفسي انك جس اي، ها ام في ها ح عين واو تي حاوتي يبقى ساعتها، وهو الراجل فرحان ومزقطط اهو، اللي ايديه لفوق فرحان ليه؟ لان كلمه حاوت معناها فرح او سعاده او انبساط او انشراح وزقططه كده يعني، فهو فرحان قوي كتير يعني. ف إنك جس إيه محاوت، إنك جس إيه محاوت، يعني أنا نفسي في سعادة، أنا نفسي في سعادة، إنك جس إيه محاوت، إنك جس إيه محاوت.